بنراجع بيها منهج العلوم، وبدأنا المرة اللي فاتت بإحدى المحافظات، والنهاردة بنستكمل باقي الأسئلة بتاعتها. فعندي مجموعة من الأسئلة موجودة، حابة أنوه على حضراتكم إن لو في أي سؤال حابين تسألوه أو جيتوا تحلوه معرفتوش إجابته، فمن فضلكم ابعتوه في الشات، وأنا كل فترة هشوف الأسئلة اللي أنتوا بعتينها إن شاء الله ونتناقش فيها سويا. نبدأ بالسؤال الأول، ويا ريت نبدأ إن إحنا نكتب الإجابة في الشات وهتابعها مع حضراتكم وعلق عليها. أول سؤال بيقول لي: ما أهمية كل من رقم واحد؟ عايزين أهمية قوة جذب الشمس. قوة جذب الشمس يا جماعة كانت إيه أهميتها؟ يلا بينا، معانا النهاردة ناس كتير أهو في الحصة، فعايزة أشوف إجابات حضراتكم. زي ما انتوا بدأتوا ان انتوا تقولوا قوة جذب الشمس، لو انتوا فاكرين هي تساعد في بقاء الكواكب في أفلاكها، يبقى قوة جذب الشمس مسؤولة عن بقاء واستقرار الكواكب او باقي مكونات النظام الشمسي كلها في الأفلاك بتاعتها. طيب، تاني سؤال بيقول لي: عايزين أهمية الحمض النووي في تركيب الكروموسوم. ايه أهمية الحمض النووي؟ كرمة ولا يهمك يا حبيبتي، أول مرة تحضري معانا، منورة يا كرمة. يلا بينا، إيه أهمية الحمض النووي يا شباب في تركيب الكروموسوم؟ لو انتوا فاكرين الحمض النووي كان هو الذي يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي، يبقى الحمض النووي احنا اتفقنا ان انا كان عندي في تركيب الكروموسوم بيدخل عندي حمض نووي، اللي هو مين؟ حمض النووي دي ان ايه، وكان ده مسؤول عن ايه؟ كان مسؤول عن حمل المعلومات الوراثية للكائن الايه؟ الحي. طب السؤال الثالث بيقول لي: ما اهمية الموتوك في النباتات الزهرية؟ الموتوك يا شباب كان بينتج ايه؟ فاكرين؟ مصطفى محمد إجابتك سليمة، وملك حمدي أيضا. مصطفى إسماعيل تمام، إيه أهمية الموتوك يا شباب؟ أسرع شوية بقى في الإجابات، يلا بينا. الموتوك ده المفروض ان احنا عارفين ان هو عبارة عن ايه؟ عضو التذكير في الزهرة، يعني هو مسؤول عن تكوين الامشاج المذكرة. طب الامشاج المذكرة في الزهرة هي ايه؟ هي عبارة عن حبوب اللقاح. يبقى لما نيجي نقول الاجابة فهو مسؤول عن تكوين الامشاج المذكرة او حبوب اللقاح في الايه؟ في النبات. تعال نشوف السؤال اللي بعده، بيقول لي: قارن بين قصر النظر وطول النظر من حيث، عايزين نقارن من حيث حاجتين: قطر كرة العين ونوع العدسة المستخدمة في تصحيح كل منهم. يلا بينا كده شباب، عايزين مقارنة ما بين قصر وطول النظر سريعا من حيث قطر كرة العين ونوع العدسة المستخدمة في العلاج. نبدأ مع بعض بأول جزئية اللي هي قطر كرة العين. أهلا بيك زولا. اول حاجه بالنسبه لقطر كره العين، فلو انتوا واخدين بالكم او فاكرين لما كنا بنيجي نتكلم بنقول ان في حاله المقارنه دي احنا بنعكس، يعني لما اجي اتكلم عن قصر النظر فمعناها ان قطر العين كبير وتحدب العدسه كبير، فاكرين؟ يبقى قصر النظر كان بيبقى عندي زياده في نصف قطر كره العين وزياده في تحدب العدسه. طب وطول النظر كنا بنعكس بقى نقص، نقص في نصف قطر كرة العين ونقص في تحدب الايه؟ العدسة. فأنا لما أجي بقى أجاوب في المقارنة بتاعتي فبقول قصر النظر قطر كرة العين هيكون زايد، هيكون أكبر من الطبيعي.
ففي حالة طول النظر فبيكون صغير نصف قطر كرة العين، يعني بيكون أصغر من الإيه؟ من الطبيعي. طيب برضو كنا بنقول إن هي إيه؟ قاف قاف، في حالة قصر النظر بنعالج باستخدام عدسة إيه؟ مقعرة. فاكرين ليه؟ لأن العدسة المقعرة كانت بتعمل على إيه؟ تفريق الأشعة قبل دخولها للعين فتتكون الصورة عند الشبكية. لكن في حالة استخدامي أو في حالة إصابتي بطول النظر فأنا لازم أستخدم عدسة إيه؟ محدبة حتى تعمل على تجميع الأشعة الضوئية فتتكون الصورة عند الإيه؟ عند الشبكية. بسملة بتقولي النت بيقف. بسملة هو شغال عند زمايلك وما دانيش اي اشارة ان هو واقف. مصطفى اسماعيل تمام، وملك حمدي ومصطفى محمد، برافو اجاباتكم حلوة. مينا، يلا يا مينا ابدأ حل معانا. ممكن مصطفى اسماعيل ما تحطش اجابتك في نفس المكان، يعني ابعت كل واحدة كتعليق مستقل، ما تعملش كتابة في نفس المكان تاني عشان ما تدخلش الأسئلة في بعضها. بس يا مصطفى بعد إذنك. تمام يا شباب اجاباتكم كلها تمام. ماشي بسملة، حاولي بقى معلش تتغلبي على مشكلة النت عندك وتكملي معانا وانا متابعة معاكي. السؤال اللي جاي، اكتب المفهوم العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. يلا بينا، عندكم 5 أسئلة نبدأ نفكر فيهم، واللي هيبعت إجابة يبعت معاها الرقم بتاعها عشان نقول مين صح ومين غلط. أول سؤال عندي بيقول لي الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل ودائما تكون معتدلة. ها، صورة دايما بتكون معتدلة، صورة لا يمكن استقبالها على حائل، بنعرفها ونقول إنها صورة إيه؟ أسرع شوية بقى في الكتاب يا شباب. تمام مصطفى وملك أول إجابتين صح، ومينا كمان. نقول بقى الإجابة على طول، الصورة التي لا يمكن استقبالها على حائل تعرف بأنها صورة إيه؟ صورة تقديرية. طيب السؤال التاني بيقول لي خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وقطبها. خط بيمر بالمركز القطب، في حد داخل من غير اسمه، ممكن لو سمحت تطلع وتدخل باسمك تاني، هو بيطلب مني إعادة المقارنة عشان بس أعرف أرد عليك. الجزئية اللي حضرتك عايزني أعيدها قولي بس في نهاية الحصة وأنا أعيدها لك تاني. حاضر مفيش مشكلة، لكن بلاش دلوقتي عشان خاطر ما نلخبطش ده معايا. مينا ومصطفى جاوبوا إجابات صحيحة. بسملة النت عندك متأخر شوية بس إجابتك صحيحة برضو. مصطفى إسماعيل كمان إجابتك ثانية. يبقى خط مستقيم يمر بمركز تكور المرآة وقطبها، ده تعريف المحور الأصلي للإيه؟ للمرآة. سؤال رقم 3 بيقول لي الطور تستعد فيه الخلية للانقسام بمضاعفة مادتها الوراثية. مين أول إجابة صحيحة؟ مصطفى ومحمد كمان إجابتك صحيحة. كارما تمام. زولا لو سمحت ممكن تجيب بس للآخر عشان خاطر تبقي معانا، لأن كده انتي متأخرة قوي عندنا، انتي اسف السؤال الأول واحنا خلصنا الكلام ده بدري. تمام يا شباب، الطور الذي تستعد به الخلية للانقسام بمضاعفة مادتها الوراثية يعرف هذا الطور بالطور الايه؟ البيني. طيب تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده. قطعة ضوئية شفافة سميكة عند المنتصف ورقيقة عند الطرفين.
مين قال إجابة صحيحة؟ مصطفى محمد. ملك وبسملة وزولة ومي كمان قالت لنا إجابة صحيحة. تمام يا شباب، كل دي إجابات صحيحة منكم، برافو عليكم. يبقى قطعة ضوئية شفافة سميكة عند المنتصف ورقيقة عند الطرفين، دي طبعا العدسة الإيه؟ المحببة. آخر سؤال عندي بيقول لي: نوع من التكاثر يعتمد على فرد أبوي واحد دون إنتاج أمشاج. النوع ده من التكاثر تكاثر إيه؟ مصطفى محمد صاحب أول إجابة صحيحة. ومينا كمان بعده. طالما قال لي فرد أبوي واحد وبدون أمشاج يبقى ده على طول تكاثر لا جنسي. مع بعض الجزء اللي بعد كده بيقول لي: علل لما يأتي. الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون عجلة حركته صفر. تاني السؤال بيقول لي: الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون عجلة حركته بصفر. في انتظار إجاباتكم يا شباب. في ناس بدأت إنها تقول إجابات. كلها إجابات صحيحة، هقول لكم الإجابات اللي انتوا قلتوها وكلها ما شاء الله إجابات صحيحة بس في مختلف الصيغ. تعالوا نشوفها كده مع بعض. مصطفى محمد كان بيقول لي: لعدم حدوث تغير في السرعة بمرور الزمن. إجابتك صحيحة يا مصطفى. ملك قالت لي: لأن معدل التغير في السرعة يساوي صفر. تمام. مصطفى قال لي: لأن السرعة لا تتغير. مصطفى إسماعيل قال لي: لأن السرعة لا تتغير بمرور الزمن. إجابة تمام. ونفس الإجابة لبسملة ونفس الإجابة لكارما. مينا قال لي: لأن السرعة الابتدائية تساوي السرعة النهائية. إجابتك صحيحة يا مينا، ولكن أنت رجعت كملت بعدها وقلت لي تساوي صفر. لا مش شرط، أنت السرعة الابتدائية ممكن تكون قد السرعة النهائية، يعني دي 30 ودي 30، هتطلع العجلة برضه بصفر. وصلتك؟ يبقى لأن السرعة الابتدائية تساوي السرعة النهائية. وقف بالإجابة عند الحتة دي، ما تكملش الجزء اللي بعده يا مينا. ملكة قالت لي: إن السرعة ثابتة لا تتغير بمرور الزمن. تمام. يبقى كل دي يا جماعة كانت أشكال مختلفة للإجابة. ممكن نقول أن سرعة الجسم ثابتة والعجلة هي المعدل الزمني للتغير في السرعة. وطبعا أي إجابة من حضراتكم قلتوها أيضا تعتبر إجابة صحيحة. السؤال اللي بعده بيقول لي: علل. التكاثر الجنسي ينتج نسلا مختلفا عن الآباء. ليه نسل مختلف عن الآباء؟ تمام يا بسملة. بسملة مش فاهمة السؤال، هنشوف الكلام ده معناه ايه. لا مينا إجابتك غير صحيحة، ممكن ترجع تاني. مصطفى إسماعيل إجابة ناقصة. في سببين، أنت كتبت لي سبب واحد. شنو ده؟ إحنا بنتكلم عن تكاثر جنسي، فليه أنتم مصممين إن أنتم تقولوا إنه بيحدث عن طريق فرد أبوي واحد؟ ده إذا كنت أنا بقول أهو ينتج
ينتج نسلا مختلفا عن الآباء، يعني انت عندك اكتر من فرد. تمام يا شنودة، حاول تاني معايا كده في الإجابة. ملك حمدي إجابتك سليمة، وتعالوا نشرح السؤال بسملة عشان تبقى عارفة السؤال أصلا معناه إيه. السؤال بيقول لي التكاثر الجنسي ينتج نسلا مختلفا عن الآباء، يعني ببساطة كده يا بسملة إحنا ليه مختلفين عن شكل بابا وماما؟ ها ليه إحنا مختلفين عن الآباء؟ هنا هيبقى عندي شقين في الإجابة، إحنا مختلفين عشان إحنا كوكتيل، إحنا جايبين شوية من صفات الأم وصفات شوية من صفات الأب، يبقى أول سبب لأن التكاثر الجنسي ينتج عن فردين. طب تاني سبب، إن طالما هيحصل في تكوين للأمشاج ففي ظاهرة عبور، وظاهرة العبور دي تلخبط لي الصفات الوراثية أكتر. يبقى احنا واخدين شوية من صفات الأب شوية من صفات الأم والدنيا بقت متلخبطة خالص. يبقى ده السؤال بتاعي، يبقى تعالوا نشوف الإجابة كده، لأن الأفراد الناتجة تجمع صفاتها الوراثية من فردين، دي رقم واحد. رقم اتنين لازم أقول إيه؟ ولحدوث ظاهرة العبور. يبقى اللي بيعلم في الامتحان عينه هتروح على كلمتين، هتروح على كلمة فرضين وهتروح على كلمة ظاهرة العبور. لو لقاهم هيديك الدرجة كاملة، لو لقى حاجة فيهم ناقصة هتنقص الدرجة بتاعته. يبقى نركز عشان في ناس جاوبت إجابة هنا كانت ناقصة. يبقى تاني يا شباب، التكاثر الجنسي ينتج نسلا مختلفا عن الآباء، أو نفس الشكل في السؤال ممكن يقول لي التكاثر الجنسي يعد مصدرا للتنوع الوراثي، يحصل فيه تنوع، بيحصل فيه اختلاف في الصفات الوراثية. فنفس الإجابة هقول لأن الأفراد الناتجة تجمع صفاتها الوراثية من فردين أبويين ولحدوث ظاهرة العبور أثناء تكوين الأمشاج. خدوا بالكم ده من أهم الأسئلة اللي بتتكرر في معظم الامتحانات. عائشة أنا قلت تاني، فهل لسه عندك مشكلة فيه؟ عائشة أول مرة تهدر معانا. تمام، شنو ده عدل إجابته وكان باعتها لي إجابة كويسة قوي. تمام مفيش مشكلة، يبقى أنت كده ركزت في السؤال. ماشي يا مريم، أنا شرحت لك حبيبتي السؤال، هل لسه في مشكلة فيه؟ أمنية. تمام الدنيا بقت واضحة عندك، معانا ناس كتير النهاردة جديدة. تمام يا أمنية إجابتك برضو كويسة، بس كملي عليها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي. نكمل. أعلل، يحتوي المشيج على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية. ليه المشيج يحتوي على نصف عدد الكروموسومات؟ أي شباب، ليه خلية المشيج بتكون نون بينما في الخلية الجسدية بيكون عندي اتنين نون؟ يلا بينا نكمل. تمام يا منى، السؤال ده فيه أكتر من إجابة ممكن نعتبرها صحيحة. ليه المشهد بيحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية؟ ممكن حد يقول لي لأن المشيج تم تكوينه عبر انقسام ميوزي، والانقسام الميوزي تختزل فيه المادة الوراثية للنصف. دي إجابة.
ممكن حد تاني يقول لي المشيج فيه نون عشان انا محتاجة ان المشيج المذكر يكون نون والمشيج المؤنث يكون نون، فيندمجوا مع بعض اثناء الاخصاب لتكوين الزيجوت عشان ترجع الخلية 2 نون، وبالتالي نحافظ على ثبات عدد الكروموسومات في افراد النوع الايه الواحد. يبقى دول اجابتين يا جماعة، وفي الحالتين الاجابة هتكون صحيحة، يفضل كتابة الاجابة التانية. يبقى ليه المشيج يحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجودة في الخلية الجسدية؟ فهنا عندي إجابتين صح، لأن الأمشاج يتم تكوينها عبر أقسام ميوزي تختزل فيه المادة الوراثية للنصف، وحتى يندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث أثناء حدوث الإخصاب لتكوين زيجوت يحتوي على المادة الوراثية كاملة، مما يعمل على ثبات عدد الكروموسومات في أفراد النوع الواحد. تمام يا أمنية، أنا وضحت معنى السؤال يا حبيبتي. مالك حمدي، إجابتك كلها صحيحة ما شاء الله عليكي، ولكن انت بس قلتي لان الامشاج يتم تكوينها عبر اقسام ميتوزي. هي لا، هو اكيد فلتت منك كده في الاجابه، هي بيتم تكوينها عن طريق انقسام ايه ميوز. مريم طيربان بتقولي السؤال له اكثر من اجابه ولا انا غلطانه؟ بالفعل انا اشرت لذلك ان انا ممكن اجاوب باكثر من طريقه والاجابات كده صحيحه. تمام، في معظم اسئله كتير جدا عندنا في العلوم بيكون ليها اكتر من اجابه، فبحاول لو السؤال ليه كذا اجابه ان احنا نعتمد كل الاجابات الايه الصحيحه لحضرتك. نكمل مع بعض، نشوف السؤال اللي جاي هيكون مساله: جسم تحرك بسرعه ثابته قاطعا مسافه 300 متر في زمن 10 ثواني. يبقى الجسم بتاعنا مشي مسافة، دي نقطة البداية، مشي مسافة 300 متر في زمن قدره 10 ثواني، بعدين عاد إلى نقطة البداية. طالما عاد يبقى على طول 300 متر هما. طب خلال زمن قدره قد إيه؟ خلال زمن قدره 50 ثانية. عايز هو إيه؟ عايز يحسب السرعة المتوسطة في رحلة العودة فقط، وعايز يرجع يحسب السرعة المتوسطة أو السرعة القياسية خلال رحلتي الذهاب والعودة معا. يلا بينا يا شباب. هستنى إجاباتكم. يلا بينا. بسملة بتسألني مين اللي اكتشف الكروموسومات؟ طبعا اسم العالم مش موجود عندك في الكتاب يا بسملة، بس تقريبا هو كارل ويليام. ممكن تبحثي عنه وتشوفي هو مين وتقولي لنا الحصة الجاية. مريم طربون طالما قال لي احسب سرعة متوسطة، انت بتقولي تبقى سرعة على زمن، لا تبقى مسافة كلية على زمن. تمام، تشوف المسافة بتاعتي في رحلة العودة كانت بكام. تمام، مريم بدأت تجاوب، ادتني أول إجابة صحيحة. أمنية كمان، أحمد عماد إجابتك كانت صحيحة، ومي وكارما
وملاك كمان. يبقى تعالوا نشوف كده السرعة المتوسطة أثناء رحلة الذهاب هتكون كام؟ أسفة، أثناء رحلة العودة. أثناء رحلة العودة يبقى أنا هاخد المسافة اللي أنا قطعتها في رحلة العودة والزمن بتاعها، وبالتالي السرعة المتوسطة هتكون مسافة كلية على زمن كلي 300 على الـ50 بكام؟ بستة متر على الثانية. طيب السرعة المتوسطة خلال رحلتي الذهاب والعودة، كتير منكم جاوب إجابات صحيحة. أحمد عماد ممكن ترجع تبص على الناتج اللي أنت طلعته تاني. مصطفى محمد برافو، ميار تمام، مفيش مشكلة. بس ملا النت عندك في مشكلة النهاردة؟ عادي، أنا كنت المرة اللي فاتت مكانك، فنستحمل بعض شوية. طيب هستنى الإجابات بتاعتك وبعديها، مفيش مشكلة حبيبتي. كارما تمام، برافو عليكي. مصطفى اسماعيل فكر في إجاباتك تاني. أمنية ارجعي ابعتيلي السؤال اللي انت بتقوليه تاني معلش كده، عشان انا مش فاهمة انت عايزة ايه. تعالوا نشوف الإجابة. سرعة متوسطة خلال رحلتي الذهاب والعودة تساوي مسافة كلية على زمن كلي، وبالتالي هتساوي كام؟ المسافة الكلية 300 رايح و300 جاي. طب زمن الكلي 10 في رحلة الذهاب و50 في رحلة العودة، يبقى 600 على الـ60 هتطلع ب10 متر على الثانية. دي سرعتي المتوسطة خلال رحلتي الذهاب والعودة. السؤال اللي بعده بيقول لي ما معنى قولنا أن المسافة بين قطب مرآة كرية وبؤرتها الأصلية تساوي 10 سنتيمتر؟ لا قبل ما مريم طربان تقول لنا في كام إجابة، في كتير، يلا نشوف مين هيقول إيه. أمنية بتسألني سؤال غريب، جاي في الامتحان سرعة ولا عجلة؟ طب ما هو ممكن يجي يا أمنية السرعة والعجلة الاتنين، ايه المشكلة؟ ما عندناش في العلوم حاجة اسمها توقعات يا أمنية، لأن أنا بشتغل على مستوى الجمهورية حبيبتي، فبالتالي كل محافظة هيجي فيها الشكل غير التاني تماما، ما عنديش حاجة أقدر إن أنا أتوقعها. لكن في حاجة اسمها أسئلة هامة وبتتكرر في معظم المحافظات، دي إن شاء الله هنقولها خلال الحصص الجاية. ملك حمدي قالت أول إجابة صحيحة، أي أن البعد البؤري يساوي 10 سنتيمتر. تمام، مصطفى قال زيها. طب في حد يقدر يديني إجابة تانية؟ أحمد عماد كان ليه نفس الرأي. في حد عنده رأي تاني يا جماعة في الإجابة؟ لا مصطفى ما ينفعش انا اديله اجابه بنفس السؤال، يعني انت بتقولي اي ان المسافه بين قطب المراه وبؤرتها 10. طب ما هو ده السؤال يا حبيبي، انا لازم اقول له انا فهمت من الجمله دي ايه. بسمله لا، برضو بسمله عملت نفس الكلام، قالت السؤال هو هو تاني. يا جماعه نركز، انا ما ينفعش السؤال بتاعي يكون هو الاجابه.
فلتت منكم المرة دي. أحمد عماد جاب الإجابة التانية اللي أنا بقولها، اللي أنا عايزاها، أي أن نصف قطر تكور المرآة يساوي 20 سنتي. تمام، ما هو البعد البؤري 10، يبقى ناقب كام؟ ناقب 20. كارما الكلام بتاعي جاي ملخبط شوية، فمش عارفة أقراه، معلش بعديه تاني يا عمر. تمام يا ملك، ملك حمدي إجابتك أيضا صحيحة. ماشي يا مصطفى، إجابتك كمان صح. أنا نشرت لكم الإجابات، تقدروا تقروها. كل إجابة من إجابات زمايلكم مختلفة عن التانية، وكلها إجابات صحيحة. يبقى ما معنى أن المسافة بين قطب المرآة وبؤرتها الأصلية تساوي 10 سنتيمتر؟ نقدر نقول أي أن البعد البؤري للمرآة ب10 سنتي، أو نقدر نقول أي أن نصف قطر تكور المرآة 20 سنتي. ممكن أقدر أقول إن إذا سقطت مجموعة من الأشعة متوازية على المرآة فإنها تنعكس لتتجمع عند 10 سنتي، وهكذا. يبقى كل دي إجابات ينفع إنها تكون إجابات صحيحة. ماذا يحدث عند فقد حيوان نجم البحر إحدى أذرعه وكانت تحتوي على جزء من القرص الوسطي؟ الإجابة ليها شقين، ما ننساش. يلا بينا. عائشة، لا يا عائشة معلش، ارجعي فكري تاني في الإجابة. أمنية إجابة هتكون ناقصة قوي، يعني مش هيحسب لك عليها الدرجة خالص. مينفعش أقول يحدث انقسام ميتوزي وأسكت. ميار بتغششني وبتقول لي اسم العالم اللي اكتشف الكروموسومات. انا قلته يا ميار هو نفس الاسم بالفعل، ولكن ما كنتش متأكدة منه لانه مش عندكم في المنهج، فحبيت ان انا اقول لكم ابحثوا عليه على النت. تمام، هو يعني طلعنا براءة. ملك حمدي بتقول ينقسم الجزء المقطوع عدة انقسامات ميتوزية ليكون فرد جديد مطابق للفرد الأبوي. نقدر نقول انها نص الإجابة يا ملك. احنا اتفقنا ان الاجابه ليها شقين. مصطفى برافو، اجابتك سليمه 100%. مصطفى محمد، ينمو ذلك الجزء في الحيوان ليعوض الجزء المفقود. بس احط بقى ما بين قوسين كلمة تجدد، وينمو الطرف المفقود مكون حيوان جديد، ونحط برضو بين قوسين كده انه تكاثر بالتجدد يا مصطفى. مي قالت الاجابة بنفس المعنى واجابتها سليمة. تمام، واحمد عماد، مصطفى اسماعيل اجابتك ناقصة سنة. يلا بينا نشوف الباقي. زولا برضو كانت إجابتك سليمة،
أمنية بتقول لي يكون كائنين متطابقين، يعني أمنية، معلش شوفي الإجابة كده عشان الإجابة هتكون ناقصة. ماشي، أمنية بتقول لي يا ميس استني أنا هكتب إجابة كاملة. حاضر يا أمنية، هستناكي. عائشة بتسألني يا مس، مش لو كانت تحتوي على قطع من القر من ال بس مش رأس بقى، اسمه قطع من القرص الوسطي. يتشكل حيوان جديد؟ اه يتشكل جديد، بس ما ننساش ان القديم برضو هيبدأ ان هو ينقسم الجزء المتبقي عشان يعوض الجزء المفقود منه. يلا بينا كده نشوف الإجابة وناخدها سكرين للناس اللي انا قلت لهم ان اجاباتهم ناقصه. يحدث تجدد للذراع المبتوره بينما يحدث تكاثر بالتجدد للجزء الباقي لانتاج فرد جديد. تمام، يبقى انا عندي شقين في الاجابه، شق اللي هو التجدد وده بيحصل للذراع المبتوره، للاسف يحدث تكاثر بالتجدد للذراع المبتورة بينما يحدث تجدد للجزء الباقي لإنتاج فرد جديد. يبقى تاني يا جماعة، يحدث تكاثر بالتجدد للذراع المبتورة بينما يحدث تجدد للجزء الباقي لإنتاج فرد جديد. تعالوا نشوف المقارنة، قارن بين العجلة والكتلة من حيث نوع الكمية الفيزيائية. يلا بينا شباب، عايزة مقارنة ما بين العجلة والكتلة من حيث نوع الكمية الفيزيائية. يلا بينا. العجلة كانت كمية فيزيائية متجهة بينما الكتلة كانت كمية فيزيائية قياسية. عايزين مقارنة ما بين فطر عفن الخبز وفطر الإسفنج من حيث طريقة التكاثر. مريم طربان بتسألني يعني ايه كميات فيزيائية؟ مريم احنا اتفقنا ان وصف الظواهر الفيزيائية بيعتمد على كميات، يعني بوصف الحركة بتاعتي مثلا واقول ان انا اتحركت مسافة كذا خلال زمن كذا، يبقى المسافة دي كمية، الزمن ده كمية. درس التالت كان بيحكي عن انواع الكميات، اخذنا نوعين، كمية فيزيائية قياسية وكمية فيزيائية متجهة. يا مريم تمام، إجاباتكم كلها كانت صحيحة على السؤال اللي فات، بس عشان خاطر أنا قلت الإجابة قبل ما النت عشان متأخروش بس في الإجابة. السؤال دوت حضراتكم جاوبتوا بسرعة، أمنية وميار ومصطفى محمد إجاباتكم كلها كانت صحيحة. فطر عفن الخبز يتكاثر عن طريق الجراثيم، يتكاثر لا جنسيا بالجراثيم، بينما الاسفنج يتكاثر لا جنسيا عن طريق الايه؟ التبرعم. ثالث حاجة يا جماعة عايزين نحكي فيها، عايزين مقارنة ما بين نظرية الانفجار العظيم ونظرية السدين من حيث الغرض من النظرية.
يلا بينا يا شباب نكمل. تمام يا أمنية، أول إجابة صحيحة. في نظرية الانفجار العظيم هي نظرية تفسر نشأة الكون بالكامل، بينما نظرية السديم فهي نظرية تفسر نشأة المجموعة الشمسية. قارن بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي من حيث نوع الخلايا التي يحدث لها الانقسام. يبقى مقارنة بين الميتوزي والميوزي من حيث نوع الخلايا التي يحدث لها الانقسام. عائشة بتسألني عن شرح النظرية. عائشة الحلقات كلها مسجلة على النت، فأنت ممكن تدخلي على صفحة الوزارة اليوتيوب بتاعت الوزارة، هتلاقي إن شاء الله في البلاي ليست هتلاقي الحصص بتاعت العلوم كلها، تقدري تسمعي النظرية موجودة. لو ما قدرتيش توصلي لها ممكن المرة الجاية تقولي لي، أحاول إن أنا أبعت لك الرابط بتاعها. بس ما انا فهمتي السؤال غلط يا حبيبتي، انا عايزه اعرف نوع الخلايا التي يحدث فيها هذا الانقسام، يعني الميتوزي بيحصل في انهي خليه، مش بيحصل في اي نوع من انواع التكاثر. ركزي يا بسمله في السؤال لو سمحتي، بسمله النهارده مش في المود خالص. مصطفى محمد اجابتك سليمه. وميار برافو عليكي. أحمد عماد، نريم طربان إجابتك سليمة. شروق أول مرة تكون موجودة معانا، برافو عليكي شروق إجابتك صحيحة، كملي حبيبتي. تمام برافو عليكم يا شباب. لو في حد من حضراتكم عنده أي سؤال أو استفسار يفضل إن هو يبعتولي دلوقتي، إحنا كده مش هكمل باقي الأجزاء لميعاد الحصة، هستنى وأشوف الأسئلة بتاعتكم. انقسام الميتوزي هو انقسام يحدث في الخلية الجسدية، بينما انقسام الميوزي يحدث في الخلايا التناسلية. لو في أي سؤال ابعتولي يا شباب لو سمحتم. Aims, by the end of the lesson, students will be able to review all vocabularies in units 1 to 3 and review all grammar units 1 to 3. 1. 2 is to send an electronic message. A. Mile. B. Meal. C. Email. D. Mine. Let's see, dear students. You can write the number of the sentence and the correct answer, A, B, C, or D. Okay, the correct answer is C, email. To email is to send an electronic message. 2. Ahmed didn't answer, so I called him. A. Pick. B. Back. C. Tack. D. Bike.
the correct answer is back. Call back يعني يتصل مرة تانية، يعني عندنا لما هو ما ردش فأنا هتصل بيه مرة تانية. Three. You can see different kinds of fish at the A. library B. aquarium C. hospital D. sports center. مستر وليد. مستر محمود. ويلكم مستر وليد. We have بسمله B. اوكي. بسمله also. نايس. محمد B. good. who else? one day is until now. okay. so the correct answer is B. aquarium. طبعا متحف الأحياء المائية اللي بنشوف فيه جميع أنواع الأسماك. More should be built for young people to practice sports and other activities. A. banks B. museums C. sports centers D. shops. Waiting your brilliant answers, dear students. بسملة C. Good. محمد C. Anyone else? I think that their hands are frozen. It's because the network. Or because the cold. I think they are cold and their hands are frozen. We have Karima C. Okay. So the correct answer C, sports center, because it said to practice sports and other activities. Five, wait for trains on the platform. A, passengers, B, passages, C, stations, D, topics. Let's hear students. Still waiting to hear Mr. Reed. So the network is very bad today. Because the weather, it's raining. Basmala C. Shuru A. Muhammad Biul, I don't understand the question. Okay, I will explain. Wait for Yantazdar. Trains al-Qatarat. On the platform, على الرصيف. مين اللي بينتظر القطارات على الرصيف؟ passengers المسافرين، passages الطرقات، stations محطات، topics الجمل الرئيسية. طبعا واضح من المعنى بتاع الاختيارات ومن معنى الجملة ان اللي بينتظر القطارات على الأرصفة مين؟ passengers اللي هم المسافرون. يبقى
Passengers wait for trains on the platform. Platform اللي هو رصيف المحطة. Sixth, Mona has some beautiful. It's made of gold. A. Pottery. B. Jewelry. C. Shoes. D. Clothes. Let's dear students. We have Medhat A. Maybe he answering the previous question. Yes. Muhammad B. Good. Rawan B. That's dear students. Basmala B. Shuruq B. Okay. So the correct answer B. Of course, he gave you a clue. For the answer, made of gold. طبعا يبقى مصنوع من الذهب يبقى مين؟ Jewelry اللي هي المجوهرات. Number 7. You can borrow and read books in A. Sports center. D. Shop. C. Library. D. Hotel. Please write the number of the sentence and the correct answer, the letter of the correct answer. We have Basmala C, Muhammad C, Rawan C. Very good. Minna C, Shuruq C. So nice. Very, yes. But if we change the verb, so we don't say borrow or read, we can say buy. You can buy books. Where? Is it the library? No, of course not. But the bookshop. يبقى لما يغير الفعل ويكتب buy, نشتري الكتب, يبقى لازم نقول ايه؟ Bookshop. ما ينفعش اقول library. 8. هبة boiled some water in the A. Kettle. B. Oven. C. TV. D. Mixer. Basmala A. Rawan A. Yara A. Shuruq A. Very good. Boil water in the kettle. 9. In the laptop to charge the battery before using it. A. Turn. B. Plug. C. Trick. D. Click. Let's dear students. Basmala A. Yara B. Rawan B. Shuruq B. Okay. The correct answer is B. Plug. We can't say turn in. There is no turn in. But plug in. يعني هنحط الفيشة بتاعت اللابتوب في الكهرباء ونوصله علشان نشحن البطارية قبل استخدام. Plug in. Good young people can make a in their community and help a lot. A. Mistake. B. Difference. C. Mess. D. Noise. It's dear students.
روان بي يارا بي شروق بي بسملة بي محمد بي. Very good. Brilliant students. فعلا الإجابة الصح بي difference لأن make a difference هيعملوا فرق واختلاف في مجتمعهم اللي بيعيشوا فيه. 11. On water he's going to go A. Swimming B. Shopping C. Climbing D. Diving. بسملة A يارا A روان A Yes The correct answer A swimming because he said on water 12 I read an interesting about the museum A leaf B leaflet C. Graffiti. D. Book. شروق D. جو A. روان B. شروق D. يارا D. The correct answer is B. Leaflet. Leaflet اللي هو الكتيب الصغير اللي بيوضح معلومات عن مكان زي الميوزيوم المتحف. 15. A. Pays to live in a house. A. Tenant. B. Factory. C. Litter. D. Bench. ملك A يارا A روان A بسملة B So the correct answer A We have also أمنية A Okay We thank all students who participated in this session طبعا احنا بنختار tenant اللي هو المستأجر اللي بيدفع علشان يعيش في أحد البيوت أو الشقق. 14. I was late for work because there was a lot of A. Posters B. Traffic C. Furniture D. Pavements روان بي أمنية بي يارا بي بسملة بي جنوائل بي Excellent The correct answer B traffic اللي هو ازدحام المرور 15 tourists visit Egypt every year to watch the buildings A history B historian C historic D historians We have كريمة B شروق B يوسف B We have the only correct answer يارا C Oh yes طبعا نوضح بس الفرق بسرعة History التاريخ نفسه historian المؤرخ وده الشخص اللي بيكتب التاريخ historic تاريخي بتبقى صفة لكلمة building
وهيستوريانز المؤرخين، دي الجامع بتاع كلمه هيستوريان. فطبعا السياح لما بيجوا مصر بيجوا عشان يشاهدوا الايه؟ المباني التاريخيه، يبقى هيستوريك سي دي علشان تتحط قبل كلمه بيلدينجز. 16 which does the train leave from A street B pavement C platform D map. I think it was mentioned before. يا ربي ويلز ذاتس ديو ستودنتس بسملة بي يوسف سي كريمة سي يارا سي يوسف سي شروق سي أمنية سي. اوكي سو ذا كوريكت انسر سي بلاتفورم، بنحاول ان عليه رصيف الايه المحطه ده سبق في الجمله قبل كده. 17 she's really clever she has made many pots and different designs A engineer B artist C architect D musician. يا ربي بسملة دي محمد سي ملك دي لا ده ملك answering number 14 so great شروق سي يوسف سي ده كده واضح ان في مشاكل اها يس طيب نمشي بالراحه واحده واحده كده. طبعا هو عايز نعرف وظيفتها يقول شيز ريلي ا كليفر دي الوظيفه بتاعتها، وبعد كده بيديني مفتاح الحل بيقول ان هي عملت بوتس. كلمه بوتس يعني ايه؟ الاواني الفخاريه. يا ترى مين اللي بيصنع الاواني الفخاريه؟ هل هو انجينير المهندس؟ هل هو ارتست الفنان؟ هل هو اركتكت المهندس المعماري؟ ولا ميوزيشن الموسيقار؟ طبعا الوحيد اللي هيعمل البوتس هيكون ارتست الفنان، لان هو اللي بيعمل التشكيل بتاع البوتس، لكن ما ينفعش يكون اي حد تاني. الاركتكت المهندس المعماري ده بيصمم المباني، بيصمم بيرسم رسومات المباني. انجينير المهندس العادي طبعا حسب تخصصه، وميوزيشن الموسيقار. يبقى اذا الوحيد اللي بيقدر مين؟ الارتست. 18 millions of use the metro every day in Egypt. A. Drivers. B. Passengers. C. Messengers. D. Divers. We have شروق B. So quick. Yes. Who else? يا ربي بسملة بي يوسف بي اكسلنت أمنية بي يس يس مستر محمد anyone else شروق شروق زلست بي اوكي يس فيري جود ناو ليتس موف 19 ذا بويز بلايد today because it was very hot outside. A. Outdoors. B. Indoors. C. Outdoor. D. Indoor.
بسملة بي. Let's dear students. يوسف دي، محمد دي، روان اندورس بي، شروق بي، أمنية دي، يارا اي. طيب انا كنت عارف انها هتعمل مشاكل الجملة دي، بس عشان نوضح الفرق ما بينهم، طبعا اول اختيارين اللي هو اوت دورز وان دورز ده هيكون مكانهم after the verb بعد الفعل، تمام كده. اما اوت دور وان دور دول adjectives صفات مكانهم قبل الاسم before nouns، فناخد بالنا كويس قوي من النقطه دي. المكان اللي عندي after the verb، فبعد الفعل انا موجود يا اما outdoors يا اما indoors. اما outdoor وindoor ما ينفعوش في المكان ده، ليه؟ لانهم بيجوا before nouns صفه قبل الاسم، زي ما اقول مثلا outdoor game او indoor game، يعني لعبه تتلعب في الهواء الطلق بره المباني او داخل مباني. فعندي هنا الحل الصح هيكون ايه؟ هيكون indoors. ليه؟ لان بيقول لي it was very hot outside، الجو بره حر جدا، يبقى احنا نلعب فين؟ جوه داخل المبنى او داخل المنزل، يبقى اذا indoors. ليه؟ لانها جايه بعد فعل. تيك كير وخد بالك قوي من الاختيار ده. 20 all students should their teachers a refuse b encourage c respect d suggest. Let's dear students. Yara C. Yusuf C. Muhammad C. Basmala C. Very good. Respect teachers. يحترم المدرس. 21. Tamer visited his uncle lunchtime. A. At. B. In. C on D from. محمد A، يوسف A، روان A، بسملة A، أمنية and أندرو، شروق A، يارا A. So the correct answer A at lunch time، لأن أنا بعتبر إن اللانش تايم دوت إيه؟ بعتبره تايم وقت، عشان كده بختار at. 22. حسن and نور like to visit Luxor winter. A on B at C in D between. It's in your students. بسملة C، يوسف C، روان C، أندرو C، okay. دكتور أنشر شروق C، yes. anyone else؟ أحمد عماد أنصر C.
So nice. Very, okay, very good. So the correct answer C اللي هي N. ليه؟ لأن winter اللي هو فصول السنة بيخدم حرف الجر N. 23. When this bus arrive in Aswan, A do, B is, C does, D has. We have a comment about being late from Rawan, saying internet is as slow as a turtle with a broken leg. Oh. Gara C, Mohammed C, Yusuf C, Shuru C, أمنية سي. So the correct answer C. When does this bus arrive in Aswan? 24. The metro at Helwan at 12:30. A arrives. B arrive. C will arrive. D arriving. سيارة A أحمد عماد C روان A روان A يوسف C شروق A محمد A أمنية A أندرو A. You have a confusion here between A and C. Okay. نوضح إن the correct answer A arrives. لأن إحنا قلنا قبل كده إن أي جدول مواعيد بيكون present simple. يعني جدول مواعيد؟ يعني مثلا جدول تحرك القطارات أو الباصات أو الطائرات، أي شيء ماشي بجدول مواعيد ثابت ده بنعتبره present simple. اي time table present simple، وبالتالي arrive. حتى لو كان موجود في الجملة كلمة tomorrow، يعني لو في اشارة في الجملة ل future مستقبل، برضو بختار ال present simple. ليه؟ لان ده بيكون time table ثابت، اي جدول مواعيد ثابت بنستخدم له مين؟ بنستخدم له ال present simple، وبالتالي الحل الصح arrive. 25. No one is than Selma in the class. A. Good. B. Better. C. Best. D. The best. يا ربي بسملة بي روان بي محمد بي يوسف بي أندرو بي أحمد عماد بي أمنية بي شروق B or choose B. Nice. يبقى B فعلا بيتر. كده انتوا فاهمين القاعدة بتاعتك. 26. عبد الله and هالة like tennis. A neither. B nor. C either. D both. Let's see, dear students.
بسملة تي يارا دي روان دي يوسف دي أحمد عماد دي محمد دي anyone else وهاف شروق أمنية أندرو تشوز سي اوكي ذا كوركت انسر از دي اللي هي بوث طب ليه؟ لان انا موجود عندي اند زي ما اتفقنا قبل كده وشرحنا في الدرس دوت قلنا ان بوث اند بوث عبد الله اند هاله لو وجد عندي كلمه اند يبقى انا لازم اختار مين بوث ده مرتبط بده بوث اند يبقى الاجابه الصحيحه بوث 27 as Sarah The phone rang. A. Eats. B. Eating. C. Was eating. D. Ate. يا رسيدي. بسملة سي روان سي يوسف سي أحمد عماد سي أمنية سي أندرو سي So the correct answer C. 28. While we trained, A. Play, B. Was play, C. Were playing, D. Playing. شروق C. Wells. ملك سي جارة سي يوسف سي بسملة سي أحمد عماد بي صفار رحمت أمنية سي أندرو سي any confusion no Mr. Reed most of them choose C okay okay so the correct answer C we're playing 29 the match was and my team won A interested B interests C interesting D interest Let's dear students. We have Basmala A, Rawan C, Yara C, Ahmed Ahmed C, Yusuf C, Anyone else? No. Okay. So the correct answer C, interesting. طيب ليه ما ينفعش interested؟ لأن interested بتحتاج حرف الجر in.
ومعناها ايه؟ مهتم بيه، يعني في شخص مهتم بحاجه. امال هنا ذا ماتش، الماتش ماله؟ انترستنج، يعني كان شيق. اند ماي تيم وان، والفريق بتاعي ايه؟ كسب، اللي انا كنت بشجعه كسب. يبقى اذا انترستنج شيق، اما انترستد معناها مهتم، تحتاج حرف الجر ان، فما تنفعش يعني. 30 ايمن، a meeting next Friday. It's planned. A is going to hold. B will hold. C held. D is held. وتيك كير من it's planned، لان دي هتساعدك في الحل. يارا A، روان A، أمنية A، بسملة A، يوسف A، أحمد عماد A. نايس. So the correct answer A. 31. Yesterday, Sama, her sister Muna at home. A. Visit. B. Visits. C. Visited. D. Visiting. يارا سي، روان سي، يوسف سي، أندرو سي، بسملة سي، كريمة سي. Anyone else? The last one, Omnia C. Okay. So the correct answer C, visited. Now we are going to we'll stop at shoes and then rewrite. One, the train reaches the station in 9:30. So I want you to change the four of the word between brackets. الكلمة اللي بين قوسين عايزين نعدلها علشان تناسب شكل الجملة الصحيح. Okay, let's see, dear students. بسملة at، روان at، يارا at، يوسف، very good. We have an answer for question two. So let's move to question two or not yet? Okay. 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 Question two. Ahmed traveled to Matruh at holiday. Basmala on. يارا اون، so the correct answer. Oh yes. أنت كريم اون. Okay مصري. Nice. Okay, so the correct answer is on. Three. What is she doing yesterday evening? Yara was.
nice يارا. بسملة was. Yes, very good. Now, number four. هي واضحة عندك يا مستر number four؟ Yes, Mr. Reed. Okay. Lama doesn't comes to school late. يارا كم روان كم بسملة كريمة كم يوسف كم أورتشوز كم. Okay, very good students. Now, Saif prefers read in the school library. What comes after prefer, dear students? يارا تريد روان تريد بسملة تريد يوسف ريدينج No new answer, Mr. Reed. Only these answers. The correct answer, reading. Saif prefers reading in the school library. Number two, shall we visiting the museum? Good idea. Rawan, visit. بسملة visit the correct answer visit we for Three acts is most expensive. Reed, your voice. Mahmoud. Again, Mr. Reed, your voice. Your voice wasn't clear. Mr. Mahmoud? Oh, yes. Because of the internet. Okay. We are in number three. Yes. Any answers? We have Rawan Moore. Yara Moore.
أمنية مر. Number four, none of us want to bring these balls. Rowan wants. Nice. Yara wants. Basmala wants. Very good. So I thank all the students who. شكرا على حسن المشاهدة. ما تنسوش اللايك والشير وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا للمشاهدة.